لوحة العشاء الأخير متحولة جنسياً، الجدل ينفجر في أولمبياد باريس، وبسبب 700 جرام استبعاد ملاكمة مصرية من الأولمبياد، واختطاف الأطفال في سوريا يدق ناقوس الخطر من عصابات الخطف. أهلاً بكم. من يومين شفنا حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس واللي تحول لحديث العالم. الافتتاح كان صادم بالنسبة للكثيرين في فرنسا وفي العالم عموما، وحقيقة الأسباب كثيرة. يعني من الاتهامات اللي وجهت للأولمبياد وحفل الافتتاح تحديدا فرض لأجندة الووك، واللي هي عادة بيتم تعريفه بأنه أقصى اليسار، ولكن حقيقة هو أقصى 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 اليسار يعني. وكمان تم توجيه تهمة احتقار الأديان، عدا عن وجود الكثير من الرمزيات في اللوح الفنية اللي كانت جزء من العرض، خصوصا في مشهد العشاء الأخير اللي زاد الطين بلة. Qui se cache sous cette cloche? Quelqu'un qui vient de chanter peut-être déjà Philippe Catherine. Sous les traits de Dionysos, dieu du vin. Ou cacher un revolver quand on est tout nu. Ou je sais où vous pensez, mais c'est pas une bonne idée. Ouais, plus de riches, plus de pauvres quand on redevient tout nu. Qu'on soit slim, qu'on soit gros, on est tout simplement tout nu. Nous vivons comme on est né, nu, vivons comme on est né. انتقادات وردات فعل محلية ودولية كبيرة جات على هذه الجزئية، والسبب أن العرض قيل أنه مستوحى من لوحة العشاء الأخير للرسام الإيطالي ليوناردو دافنشي، واللي كل اللي ما بيعرفه هي لوحة بتجسد الوجبة الأخيرة للسيد المسيح مع حواريه. والناس اعتبرت العرض وتجسيد اللوحة سخرية من الدين المسيحي، خاصة أنه مقدمين العرض كانوا كلهم متحولين جنسياً. وانتشر على المنصات فيديو لردة فعل عائلة فرنسية وهم بيتفرجوا على هذه الجزئية من العرض. ومن بعد كل هذه الأشياء الناس صار عندها فضول تعرف مين المشرف على العرض، وتبين أنه المخرج توماس جولي، واللي هو مثلي الجنس وأصلاً أو مثلي الميول يعني، وأصلاً أعماله أغلبها بيركز فيها على مجتمع الميم. وهو قال قبل حفل الافتتاح أنه كل فئات المجتمع حتكون ممثلة في هذا الاحتفال. أما الفتاة اللي قامت بجزء من العرض وتحديدا جزئية المسيح عليه السلام فهي دي جي باربرا بوتش، واللي بتعرف عن نفسها بأنها سمينة يهودية ومثلية الجنس وفخورة بنفسها. موضوع ما كان له بس ردة فعل يعني شعبية، لا طبعا كان في هيئات دينية ومسؤولين سياسيين ردوا، على رأسهم الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا اللي قالت انه الاحتفال تضمن للأسف مشاهد السخرية والاستهزاء بالمسيحية. كمان رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون كمان قال في منشور له على اكس انه اللي صار في الافتتاح سخرية وشيء مهين للمسيحيين في كل العالم. وحتى مجلس الأمن القومي الروسي كان له ردة فعل ووصف حرف الافتتاح بأنه مشهد يرثى له. وفي خطوة أكبر من كده كمان، أعلنت شركة الاتصالات الأمريكية سي سباير عن إيقاف إعلاناتها في الأولمبياد بسبب السخرية من العشاء الأخير. وحتى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك علق على الموضوع وقال أنه إذا ما كان في شجاعة أكثر للدفاع عن ما هو عادل وصح فالمسيحية ستنتهي ولن يعود لها وجود.
ومو بس القائمين على العرض كان لهم نصيب من الهجوم، فكمان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان في مرمى الهجوم بعد ما نزل على صفحته على إكس منشور كتب فيه بعد انتهاء الحفل: هذه هي فرنسا. يعني حتى باقي منشوراته كمان بيركز فيها على هذه النقطة، وحقيقة الردود أو معظمها خلينا بتقول بتهاجمه وبتهاجم حفل الافتتاح. معنا من باريس الكاتبة السياسية مايا خضرة، أهلا فيك معنا مايا. يعني السؤال الأساسي، هل هذه هي فرنسا كما قال ماكرون؟ نعم، مساء الخير. كلا، هذه ليست فرنسا، والدليل على ذلك هو كل ردات الفعل المستنكرة في المجتمع الفرنسي، ليس فقط التي ردات الفعل التي صدرت عن الكنيسة الكاثوليكية، ولكن ردات الفعل التي صدرت عن الكثير من الشخصيات العلمانية حتى الملحدة في فرنسا، اليسارية اليمينية منها، المسلمة منها إلى آخره. كان هناك حالة ذهول وحالة استنكار كبيرة طالت الكثير من الشرائح، واليوم يجب أن نعلم أنه في فرنسا تيار الووكيزم أو الكانسل كالتشر يتمدد بشكل كبير، وذلك لأن سياسة الحكومة الفرنسية وسياسة رئيس الجمهورية نفسه هي مشجعة لهذا الاتجاه. لذلك رأينا ما رأيناه في افتتاحية أولمبياد باريس، واليوم هناك غضب ليس فقط عالميا ولكن غضبا فرنسيا بعد هذه الافتتاحية، لأنه ليس فقط الديانة المسيحية والسيد المسيح هو الذي تم إهانته، ولكن هناك جمالية هذه الافتتاحية التي شوهت نوعا ما. هذا العرض كان قبيحا، كان هناك قبحا، كان يقول دوستويفسكي الكاتب الروسي أن الجمال سينقذ العالم. اليوم القبح في افتتاحية باريس هو نوعا ما جعلها تفشل على الكثير من الأصعدة. ليش هذا التعمد لنقل هذه الأجندة؟ يعني عادة الأولمبياد أو حفل الأولمبياد يعني هو يعني مسألة للاحتفال بالرياضات بالإنجازات بما إلى ذلك، ليش بيتم تمرير أجندات أو خلينا نقول أفكار معينة فيه؟ يعني هذه نوعا ما هذا أمر مدون في DNA رئيس الجمهورية الفرنسية. عندما أتى إلى الحكم سنة 2017 قال أنه سيهز الأسس الاجتماعية، سيغير، سيقوم بثورات اجتماعية أيضا. هو دون حق الإجهاض في مقدمة الدستور الفرنسي، مع أنه حق الإجهاض في فرنسا هو حق لا يوجد عليه أي شك وهو مسموح بالقانون، ولكن أراد الرئيس الفرنسي تسجيله في الدستور. هو لديه سياسة ليست بالليبرالية ولكن بالليبرتارية، ليبرتاريان باللغة الفرنسية، أي تذهب أبعد من حدود الحرية. هو يريد أن لا يريد أن يكون رئيسا للجميع، ولكن يريد أن يكون رئيسا لبعض من الأقليات، الذي رأيناه في هذا العرض هو كان عرضا للأقليات. أنا أحترم كل الاتجاهات الجنسية، أحترم المتحولين جنسيا أيضا، وكل فرد لديه الحرية بخوض حياته كما يريد، ولكن لم يكن هناك تمثيلا لجميع فئات المجتمع كما زعموا. كان هناك تركيزا على فئة معينة، وهذا ينافي قيم الجمهورية الفرنسية التي تستند على المساواة. لم يكن هناك مساواة في التمثيل في هذه الافتتاحية. بما أنك ذكرتي موضوع أن هو المتحولين جنسيا كانوا طاغيين على الحفل كما شاهدنا، وأنت بتقولي أنه أقليات، حقيقة اللي بيشوف العرض هذا بيعتقد أنه يعني هذا هو اللي منتشر في فرنسا صراحة، يعني أنه يعني نعم، هذا نوع من الكاريكاتير للمجتمع الفرنسي. المجتمع الفرنسي ليس كذلك، هو مجتمع متنوع محافظ كثيرا، يوجد منه شق أيضا مع الحريات، ولكن هذه الفئة الصغيرة لديها تمويلات من قبل جمعيات، لديها دعم الحكومة أيضا. رئيس الحكومة جابرييل أتال، الحكومة المستقيلة، يعترف أيضا بأنه من مجتمع الميم، لذلك هناك أعطاء للأهمية أو لأهمية كبيرة لهذه الفئات الصغيرة، وهذا ينتمي إلى أجندة سياسية وليس إلى واقعا اجتماعيا.
طيب الآن يعني حصل اللي حصل وصار الحفل والعالم انصدم كله وصارت الاستنكارات، يعني إيش ممكن يصير الآن؟ يعني الآن ستحدث الألعاب الأولمبية كما كان مخطط لها، ولكن هناك صورة عالميا لفرنسا نوعا ما أصبحت شاحبة وأصبحت تخلق الكثير من المشاكل وتجتذب أيضا الانتقادات. أرى ذلك في بعض من البلدان العربية الفرنكوفونية كلبنان. كان هناك نقاشا حتى وحتى رئيس الكنيسة المارونية البطريرك الراعي اليوم في عظته انتقد أولمبياد باريس. الكنيسة في بريطانيا، في الولايات المتحدة، نوابا أيضا، إيلون ماسك انتقد ذلك. لذلك اليوم على فرنسا إصلاح هذه الصورة، أو ستكون فرنسا هي نوعا ما ليس فقط عاصمة الألعاب الأولمبية في هذه الدورة، ولكن عاصمة الووكيزم والكانسل كلتشر في حال لم يكن هناك توضيحا لما حصل في هذه الافتتاحية. إيه بس هل أحد أصلا حيطالب بتوضيح؟ يعني بالنسبة لي علما ومعرفة نوعا ما هذه الحكومة وأدواتها ووسائلها ورئيس الجمهورية، لن يقدموا أي اعتذار ولن يقدموا أيضا أي يعني هو شاف تبرير. أنه جميل جدا بيقول لك this is France. نعم هم يتباهون بذلك، نعم يتباهون بذلك، وهذه نوعا ما هذا نوع تقليدا فرنسيا. في تاريخ فرنسا كان هناك الكثير من الحقبات التي تميزت، لا يمكن أن نقول تميزت، ولكنها كانت تعرف بسنوات الكفر، سنوات التحرر، خاصة التحرر الجنسي. أريد أن أبتدأ من الثورة الفرنسية التي أحرقت الكنائس، التي قطعت رؤوس الملوك، وذلك بشكل يمكن أن نناقشه وليس دائما استنادا على نوع من العدالة. أنتقل إلى القرن العشرين وثورة مايو سنة 68، حيث الطلاب في الجامعات انتفضوا على النظام الأبوي، انتفضوا على المجتمع وعلى رئيس الجمهورية كان شارل دوغول، وقالوا أننا ليس لدينا أي سيد وأي رب وأي إله. كان ذلك تكريسا نوعا ما لثقافة الكفر، ما يسمى بالبلاسفام بفرنسا، وهو حق مصان في الدستور. كان تكريسا أيضا لانحلال القيم العائلية، وتكريسا أيضا لهذه الحريات التي لا يوجد لديها حد. إيه لا هو هذه الأمور كلها موجودة، بس يمكن هو الجدل الأساسي اللي صاير إنه ما تحطوا زي توجه واحد في عرض يمثلنا جميعا أو يمثل فرنسا أو يمثل الأولمبياد. يعني هذا هو يمكن الاحتجاج الأساسي بالنسبة لكثير من الناس. يعني بالفعل، واحتجاج أشاركه أيضا أنا. إيه لأنه يعني الناس صايرة كمان حتى إنه لما بتعلق على هذه المواضيع بيصيروا بيقولوا لهم إنه لا يعني أنتوا زي متخلفين يعني. لا فصار فيه يعني الاحترام صار فيه هجوم عكسي نوعا ما، قيمة متخلفة عندما نحترم الآخر بمعتقداته أيضا. هذا نوع من التخلف بالنسبة لبعض المجتمعات الغربية. بالنسبة لي التخلف الحقيقي هو عدم احترام الآخر وعدم احترام معتقداته. نعم. إن كان مسلما، مسيحيا، يهوديا، أو أي ما كانت معتقداته. نعم، نحن بنشكرك على هذه المداخلة، كانت معنا من باريس الكاتبة السياسية مايا خضرة. أحلام. شكرا لك. أهلا من جديد، مكملين معكم في أخبار الأولمبياد. ومن الأشياء اللي صارت بعد حفل الافتتاح وخطفت الأنظار المشكلة اللي صارت مع الملاكمة المصرية يمنى عياد، والقصة أنه البنت هي أول ملاكمة مصرية تتأهل للأولمبياد، واللي صار أنه قبل يوم من موعد المنافسة وزنت نفسها طلع 54 كيلوغرام والأمور تمام، وهي يعني الوزن اللي بتتنافس فيه. يمنى نامت، صحيت، وزنت نفسها رسميا طلعت زايدة 700 جرام، وهذا كان كفيل بأنه يسبب أزمة ويستبعدها من المنافسة. رئيس اتحاد الملاكمة عبد العزيز غنيم وفي تسجيل صوتي خاص للعربية قال أنه يمنى بعثت له صورة الميزان قبل بيوم وأنه مو معروف ليه زاد وزنها، واتهمها أنه أكلت حاجات بعد ما دخلت الغرفة. يا فندم البنت وزنها التنافسي 54 كيلو
فبالليل المدربين منيمينها 54 كيلو والبنت مصوره الوزن. انت عارف البنت بتلعب بتوزب او بلبسها خفيف يعني فاهم قصدي. البنت دخلت الاوضه بتاعتها صورت راس الميزان اللي فيه الارقام فبعتت لنا شخصيا الوزن بتاعها 54 كيلو. قلت لها خلاص نامي بقى يبقى كده زي الفل. والمدربين راحوا ناموا زي الفل. صحيت الصبح الساعه 6 عشان تعمل تجربه على الميزان قبل الميزان الرسمي الساعه 7 اللي هو زياده 700 جرام. نعمل ايه احنا يا فندم؟ مين زودها بقى؟ ايه سبب الزياده دي يا فندم؟ يا فندم انا بسال هقول لحضرتك. واحده دخلت اوضتها وقفلنا عليها الباب وزادت 700 جرام، يبقى ايه الزياده للوزن يا فندم؟ بينما امين عام اللجنه الاولمبيه المصريه شريف العريان كشف تفاصيل جديده وقال انه يمنى قبل 48 ساعه كان زايد وزنها كيلو ونص مو 700 جرام، واضاف انه الاتحاد المصري للملاكمه فتح تحقيق وراح يعرض النتائج قريبا. بصراحه روايات كثيره صارت حول الموضوع وتكهنات اكثر، يعني شفنا اللي حكى عن تغيرات فيزيولوجيه والدوره الشهريه وفي منهم قال الاكل، وتداولت وسائل اعلام مصريه بيان من قبل اللجنه الاولمبيه المصريه قالوا فيه انهم فتحوا تحقيق باللي صار وتبين انه اللاعبه يمنى عانت من زياده في الوزن ناتجه عن ظروف وملابسات يوم السفر والطيران، ومن بعد ما اتبعت برنامج خاص قبل ما تبدا المنافسه قدرت انها توصل لوزن، لكن بعدين تفاجأت بتغييرات فيزيولوجية وهرمونية مفهومة عند كل السيدات، وقال إنهم بيتحفظوا على ذكرى طبقا للأعراف المصرية وحفاظا على حقوق نفسية اللاعبين، وأكدوا إنه المسؤولية مبتوقعة على اللاعبة ولا الجهاز الفني ولا الإداري. لمزيد من التوضيح معنا من القاهرة الدكتور هاني أبو النجا، دكتور التغذية العلاجية. أهلا فيك معنا الدكتور هاني. طيب يعني هل فعلا ممكن الواحد ينام ويصحى ويلاقي نفسه زايد 700 جرام؟ سارة أهلا بيكي، وأنا يعني سعيد طبعا في وجودي معاكي وسعيد جدا في وجودي في برنامجك اللي أنا بشوفه أفضل برنامج في العالم العربي، يعني ربنا يزيده من نجاحه. شكرا لك. يعني في بداية الأمر كأستاذ للتغذية العلاجية والتغذية الرياضية في جامعة MSA في قسم البايوكيمستري، احنا بندرس للأولاد كيفية إعداد البطل. فاللي بيحصل من لغط واحنا في صدمة في الشارع المصري، صدمة رياضية في الشارع الرياضي المصري باللي حصل ده تماما. احنا بس محتاج مقدمة 10 ثواني نقول للناس ان احنا امام بطلة من مواليد 2003 محافظة دمياط، يعني والكلام ده ليه معنى وليه مدلول. وهي عندها 19 سنة دخلت التاريخ بأنها كسبت البرونزية لأول مرة في تاريخ مصر في دورة مهمة زي دورة البحر المتوسط. وبالتالي احنا قدام إعداد بطل في غاية الأهمية، فصعب جدا نرمي بالمسؤولية على بطلة جاية من ريف مصر تحقق البطولة وتحقق مركز ليها والبلدها انها اخطأت خطأ وحيد. طيب الإعداد يا فندم هو إعداد بدني قبل الفني، رغم أهمية الإعداد الفني إلا الإعداد البدني مهم جدا. الإعداد الغذائي في غاية الأهمية، والسنوات طويلة بنقول الإعداد الغذائي للرياضي المصري في جميع الألعاب هو ضعيف جدا جدا. ثم الإعداد النفسي وهو مهم جدا. هل إحنا النهاردة مفروض الإعداد المانشيت بيقول إن إحنا بنعد اللاعب بعد الدورة مباشرة؟ يعني كان قدامنا سنتين لإعداد اللاعب. الواقع في مصر أكيد ما بنعملش كده، لكن على الأقل لو عدينا اللاعب لمدة 6 شهور، يعني عدينا بست دورات شهرية، يبقى عندنا ريكورد اللاعب ده او اللاعبه دي بتزيد قد ايه خلال الفتره دي في الدوره الشهريه، وعندنا اكيد ريكورد ان الدوره الشهريه هتبقى مصاحبه للاولمبيات والالعاب. ده مش بس هيزيد من وزنها، ده كمان هيضعف من قدراتها. يبقى كان لابد من هناك اعداد بدني، اعداد ذهني، اعداد نفسي، وقبل كل دول اعداد غذائي عشان نقدر نخلي البطله دي تحت وزنها. احنا نقدر نعرف بسهوله جدا يا فندم كل امرأة بتزيد قد ايه بصفة شخصية، بتزيد قد ايه خلال الدورة، ونقدر نستعد لها ببرنامج غذائي ما قبل البطولة عشان نحقق الوزن ده وما نتفاجئش. فكرة انها وزنت نفسها بالليل كانت 54، صحيت الصبح زايدة، للأسف الشديد هنا في مغالطة، لان الوزن صباحا اقل من الوزن مساء، ده معترف عليه في عالم التغذية، وبالتالي ما ينفعش تصحى الصبح بهذه الزيادة. لو نتفقنا جدلا ويعني من سخرية القدر انها
بعد ما مشوا أكلت. ده أمر يعني صعب تصديقه في الشارع المصري وفي الشارع العربي، وزيادة كبيرة اللي موجودة يا إما ناتج عن خطأ غذائي يا ناتج عن خطأ إعداد واضح وصريح. أوف. طيب يعني الآن في البداية هم قالوا حاولوا يعني نوعا ما التصريحات كانت ماشية في اتجاه خلينا نقول لوم البطلة المصرية اللاعبة، بعدين الآن البيان الأخير اللي طلع كانوا زي ما حضرتك ذكرت قلت وزي زي ما ركزت في كلامك قالوا أنه فوجئت بتغيرات فسيولوجية وهرمونية مفهومة لكل السيدات والآنسات ونتحفظ على ذكرها ومدري إيش طبقا للأعراف والكلام هذا كله. أنت حسب كلامك هذه أشياء ما المفروض هم أصلا يتفاجئوا فيها، لا أمور التغيرات الفسيولوجية ولا الهرمونية ولا موضوع إنها هي راكبة طيارة وصار في تغيير مثلا في جسمها بسبب الطيارة أو ما إلى ذلك. أنا هتفاجئ يا سارة لو اتفاجئت إن يمنى فتاة، لو أنا اتفاجئت إن البطلة امرأة أنا هتفاجئ، لكن أنا أكيد مش متفاجئ إن البطلة امرأة، وأكيد عارف الإعداد البدني والذهني والنفسي والغذائي إن أنا هتعرض للفترة بتاعة التغيرات الفسيولوجية للبريد. فأين كان هذا الإعداد؟ أنا لا أعفي المسؤولية عن البطلة، لكن وضحت جدا أبطالنا جايين من محافظات مختلفة يحتاجون للدعم الكامل، هي مش جاية من 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 أسرة مختلفة مديانها الدعم الغذائي الواضح على عاتق الأسرة، وإحنا لا نكفي على الناس كلها، البطل المصري صناعة والديه قبل ما يبقى صناعة الأولمبياد أو صناعة الاتحادات. دايما عندنا مشكلة كبيرة في الدور الأساسي لصناعة البطل داخل الاتحادات المصرية، وبالتالي هذه المسؤولية لو هناك خطأ يقع على يمنى الخطأ الأكبر يقع على فريق الإعداد تماما، واحنا بنسمع على أرقام كبيرة اتصرفت على إعداد اللاعبين، لابد أن يكون الصرف في الإعداد الغذائي رقم واحد، الإعداد البدني والإعداد النفسي ثم الإعداد الفني، وده جزء لابد أن يحاسب عليه مسؤول، وما تعديش كده يعني زي كل مرة يحصل لنا مشكلة وتعدي مرور الكرام، لا لازم نقف بالتحليل ثم نقف بالحساب والمعاقبة للمسؤول، ولا يمكن ان احنا نرمي العاتق على فتاة. لهم الان بيقولوا انه ما في احد مسؤول يعني خلاص بيقولوا ما في احد مسؤول عن ده الموضوع. بس دكتور هاني بس يعني من باب العبث يعني جاوبني بس على ده السؤال، افتراضا البنت فعلا اكلت في الليل فدل. هل تصحى تلاقي وزنها كده زايد يعني فعلا يعني اكلت؟ لو كانت يا فندم بصي ساره لو هجاوب حضرتك اجابه علميه، لو اتحطت على برنامج غذائي خاطئ وحصل لها ديبريفيشن من النشويات ومن السكريات حرمان. وهي في الليل بعد ما اطمنت كلت مادة سكرية جسمها هيخزن أملاح، مجازا بنقول عليه في عالمنا العربي مية، جسمها هيخزن أملاح بصورة عالية جدا، فعلا هتقف على الميزان زايدة، وهنا برضو لابد من مراجعة البرنامج الغذائي لأنه يتسبب في كوارث لأبطال في العالم كله لو كان ده اللي حصل. لكن إنها كلت بالليل وحدها فزادت تقريبا الكيلو، وحضرتك نعرف أن الكيلو زيادة يعني 7700 سعر حراري، يعني كلت 5000 سعر حراري، حضرتك متخيلة 5000 سعر حراري ده احنا بنتكلم في طلب الثلاث اربع بيتزات لو احنا هنتكلم بالسخريه والمجاز. يبقى ده امر غريب جدا ومستهجن جدا، الا لو كان البرنامج الغذائي في ديبريفيشن وادى الى الجمب ويت اللي معروف في عالم التغذيه، اللي هو عاده حتى كلنا يعني لما نحرم نفسنا من شيء وبعدين فجاه نروح ناكل بنلاقي على طول وزننا بيزيد، ودايما بيقولوا لنا انه في الدايت لازم يكون كل شوي بشويش وعلى وقته مش عارفه ايش وكميات على العموم. طيب احنا هنشوف القضية كيف حتتفاعل، وبنشكرك جدا على رأيك العلمي ووضوحك في رأيك يا دكتور هاني. فكان معنا من القاهرة الدكتور هاني. أشكرك يا سارة جدا، أشكرك جدا، وربنا يوفق وما تتكررش تاني الكوارث دي مع أبطالنا إن شاء الله يا رب. احنا دايما بنحلم أنه يعني كل أبطالنا العرب يحصلوا طبعا على ميداليات يعني إن شاء الله إن شاء الله. أصل دي يا سارة دي بطلة رايحة تاخد ميدالية، دي مش بطلة عشوائية، فالأمر أكيد. الأمر مستهجن ويثير الغضب في الشارع الرياضي العربي. أكيد أكيد. شكرا لك.
وزي ما تعرف أنه من أكثر الأشياء اللي كانت عاملة حالة من القلق قبل بداية دورة الألعاب الأولمبية هي الهجمات الإرهابية وقصص الأمن وأبرزها حماية البعثة الإسرائيلية. ولكن مع ذلك في شيء صار مع البعثة. باختصار، تم تسريب معلوماتهم الشخصية مثل نتائج تحليل الدم أو بيانات الدخول مثل أسماء المستخدمين وكلمات المرور للخدمات المختلفة وجوازات سفرهم، وحتى سربت بيانات بتتعلق بالتاريخ العسكري لبعض الرياضيين. السلطات الفرنسية على الفور طلبت من مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية الفرنسي سحب البيانات الشخصية الحساسة للرياضيين من مواقع التواصل. وكمان من الأخبار العاجلة اللي وردت على العربية إنه السلطات الفرنسية بتحقق في تهديد بالقتل للبعثة أو للاعبين من البعثة الإسرائيلية. طيب، كمان من ضمن أخبار الأولمبياد الدرامية، كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن العثور على مواد منشطة محظورة في العينة اللي تم جمعها من لاعب الجودو العراقي سجاد غانم خلال الدورة. وبعدها شفنا تعليق من اللجنة الأولمبية العراقية اللي قالت إنها فتحت تحقيق للكشف عن المتسبب في تناول اللاعب العراقي المنشطات قبل المشاركة في الألعاب الأولمبية. في خطأ كمان صار خلال حفلة الأولمبياد ما أحد يعني قدر يعدي، يعني وقت كان القارب اللي فيه الرياضيين الكوريين الجنوبيين في نهر السن عرف المذيع عنهم على أنهم وفد كوريا الشمالية عدواتهم الأولى. وأكيد الموضوع كبر وكوريا الجنوبية احتجت على لسان نائبة وزير الرياضة. 일어나지 않아야 될 일이 일어났고 또 일어났을 때는 대처가 잘 아주 뭐 신속하게 이루어져야 된다고 생각해서 개회식 직후에 저희는 이제 IOC 위원장에 면담을 요청을 했고 또 한국 외교부와도 이제 관련 상황에 대해서 유감을 표명하면서 뭔가 조금 재발 방지 대책을 위해서 또 이 관련해서도 국민들께 사과를 해야 하는 여러 가지 일정들을 저희가 지금 이루어지도록 요청을 했고요. المتحدث باسم اللجنة الأولمبية وبعد اللي صار طلع واعتذر وقال إنه الخطأ تشغيلي. Clearly. Deeply regrettable, and we apologise wholeheartedly. You may have seen we issued a statement last night. There've been media reports of that statement, so we made it very clear from the IOC an operational mistake was made. We can only apologise in an evening of so many moving parts that mistake was made, and we apologise to people from the Republic of Korea for that error. قبل بداية دورة الألعاب الأولمبية تم كمان تنظيف نهر السن ليصبح صالح للسباحة، والموضوع هذا أخذ وقت وفلوس وكان شغلانة يعني كبيرة طبعا. وشفنا كمان وزيرة الرياضة وعمدة باريس بيسبحوا فيه بنفسهم يعني قبل هذا عشان يثبتوا أنه عدم تلوثه. ولكن بعد يوم من انطلاق الدورة أعلنوا أنه في تلوث في نهر السن، وهذا تسبب في إلغاء الحصة التدريبية الأولى لمسابقة الترايثلون، وهي اللعبة اللي بتتضمن السباحة والدراجات الهوائية والجري. وقالوا أنه سبب التلوث هو الأمطار اللي نزلت في الأيام الأخيرة. طبعاً حنشوف عاد إيش راح يصير في الأيام الجاية، لأنه في كمان أحداث ما انلغت بس تأجلت بسبب الأمطار، وهي مسابقة التزلج على الألواح للرجال اللي كانت مقررة يوم السبت وتم تأجيلها ليوم الاثنين. وكان سبب هذا القرار بجدل وانتقادات كبيرة بين الناس اللي أصلاً اشتروا التذاكر علشان يحضروا المباراة، وتم إبلاغهم عبر رسائل نصية بتتضمن التأجيل وإمكانية استرداد نقودهم لو ما حبوا يحضروا السباق يوم الاثنين. طيب، احنا تكلمنا عن إلغاء أحداث وعن تأجيل أحداث، الآن صار دور نتكلم عن تأخير حدث، وهي منافسات كرة السلة للرجال اللي ما كانت بدايتها موفقة أبدا. فغلطة في النشيد الوطني لفريق جنوب السودان تسبب في تأخير المباراة اللي كانوا بيتنافسوا فيها أمام فريق بورتوريكو. منتخب جنوب السودان أول مرة بيشارك وبيتأهل لأولمبياد باريس، وكلنا نعرف أن جنوب السودان استقل عن السودان وصار دولة مستقلة بذاتها في 2011 بعد حرب أهلية ومدري إيش، خلص تمام. اللي صار أنه في افتتاح المباراة تم عزف النشيد الوطني الخاص بالسودان مو جنوب السودان لمدة 20 ثانية. بعدين طبعا توقف اللاعبين، وطبعا كانوا مذهولين ومصدومين من اللي صار، بس بعدين صفق الجمهور لهم وحتى لاعبي الفريق المنافس اتضامنوا معاهم، وتم بعدين عزف النشيد الأصلي لجنوب السودان. وعلى فكرة على الرغم من الصدمة اللي أكلوها بس أنه فريق جنوب السودان فاز على بورتوريكو فوز تاريخي. ومثل ما تعرفوا
طبعا أنه تم تقديم بعثات الدول المشاركة في أولمبياد باريس على متن قوارب في نهر السن، لكن البعثة الجزائرية المشاركة خطفت الأنظار والسبب إحياء ذكرى تاريخية. هذه الانتفاضة تحديدا لأرواح شهداء 17 أكتوبر 1961. تحية الجزائر! تحية الجزائر! تحية الجزائر! حركة رمي الورد في نهر السن قامت فيها البعثة الجزائرية المشاركة لإحياء ذكرى شهداء مجزرة 17 أكتوبر 61 اللي ارتكبتها الشرطة الفرنسية، وقت ما أعدمت المئات من المتظاهرين الجزائريين السلميين رميين بالرصاص وألقت جثامينهم في نهر السن. وقتها الأشياء اللي يعني جالسة بتحصل في الأولمبياد صراحة غريبة عجيبة، يعني ممكن نفهم مخاوف أمنية وغيره، بس كمان إنه يثيروا بيتحدثوا عن نقص غذاء وجوع من جهة، ومن جهة تانية أزمة تنقل وهروب من القرية الأولمبية. يعني ما أدري صراحة إيش اللي جالس بيصير، بس إنه صحيفة فرنسية كشفت إنه العديد من الرياضيين أصيبوا بالغضب الشديد بعد أن شهدت مطاعم دورة الألعاب الأولمبية نقص في الغذاء، خصوصا البيض اللي بيعتبر عنصر غذائي مهم للرياضيين. أما موضوع الهروب وأزمة التنقل، فكان في مشكلة في نقل الرياضيين لأماكن إقامة منافسات السباحة الأولمبية في يومها الأول، وقالوا بعضهم أنه اللي صار فوضى يعني كبيرة، لدرجة أنه سباحين من كوريا الجنوبية تركوا مكان إقامتهم في القرية الأولمبية علشان يكونوا قريبين من مجمع الألعاب المائية. ومن يومين كنا تكلمنا عن الأزمة اللي حصلت بين كندا ونيوزيلندا في الألعاب الأولمبية، واللي صار باختصار أنه خلال جلسة تدريبية مغلقة للمنتخب النيوزيلندي للسيدات ظهرت طائرة بدون طيار أو درون يعني بتحلق فوق جلسة تدريبهم، وقاموا بعدين بإبلاغ الشرطة فورا. تبين لهم أنه هوية المشغل للمسيرة هو محلل الأداء في منتخب كندا اللي هو جوزيف لومباردي، ووقتها الفيفا فتح تحقيق في الحادثة، ومنتخب نيوزيلندا طلبهم بأشد العقوبات. وكمان شفنا ردت فعل من الهيئة الإدارية لكرة القدم في كندا واللي أعربوا عن أسفهم من اللي صار. مو بس كده، أصدر المدعي العام الفرنسي قرار بمعاقبة محلل الأداء في منتخب كندا جوزيف لومباردي واللي كان يعني بيسير الدرون بالسجن لمدة 8 أشهر مع إيقاف التنفيذ. الجديد أنه أعلن الفيفا وفي بيان على صفحته الرسمية عن خصم 6 نقاط من فريق كندا للسيدات المشارك في أولمبياد باريس وإيقاف مدرسته بييف بريسمان لعام واحد. وقال كمان أنه الاتحاد الكندي لكرة القدم مسؤول عن عدم احترام قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم المعمول بها بشأن حظر تحليق طائرات مسيرة فوق أي مواقع تدريب. بالمقابل قالت الجلسة اللجنة الأولمبية الكندية في بيان على صفحتها الرسمية أن اللجنة الجلسة بتستكشف حقوق الاستئناف المتعلقة بخصم 6 نقاط من هذه البطولة الأولمبية، وكمان عبرت عن أسفها الشديد تجاه لاعبات الفريق اللي ما لهم أي دخل في هذه القصة اللي صارت. ويعني واحدة من الجوانب المشرقة خلينا نقول يعني في هذه القصة، أنه كلنا نعرف أنه الفنانة الكندية سيلين ديون صار لها غايبة من 2020 عن حفلاتها بسبب مرضها، لكن شاركت في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس متحدية مرضها. وهذا فيديو لردة فعل الفريق باكستيج. وفي فيديو تاني خلال مغادرة سيلين ديون فندقها في باريس كانت انتظارها عشرات المعجبين والمعجبات اللي عبروا لها عن حبهم رغم المطر والطقس السيء. Non, 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 je les tiens. Je ne peux pas tout dire. Merci beaucoup. C'est une bonne journée, c'est super hier soir. C'est super. Merci beaucoup.
طيب احنا عرضنا يعني فضايح، اخبار غريبه، مشاكل بتصير، جانب مشرق حق سيلين ديون. الخبر الجاي انتم شوفوه كيف ما تحبوا انكم تشوفوه، فعلى مدى الاسبوعين اللي حيتنافس الرياضيين المشاركين في اولمبياد باريس على الميداليات الذهبيه والفضيه والبرونزيه حيتمكنوا من الدخول مجانا لسيكريت سكوير اللي بيعتبر اشهر نوادي التعري في باريس. فاداره الاولمبياد منحت الصحفيين والرياضيين تذاكر مجانيه عشان يدخلوا على النادي البعيد عن القريه الاولمبيه 19 كيلومتر بس. فبمجرد ما يظهر المشاركين والصحفيين بطاقة الاعتماد الخاصة فيهم في الأولمبياد حيقدروا يدخلوا مجانا على النادي من دون ما يدفعوا الرسوم اللي بتتراوح بين 50 لغاية 80 دولار أمريكي حسب الطلب. أهلا من جديد. الأيام والساعات الماضية سمعنا عن العديد من حالات الخطف اللي جالسة بتصير في سوريا وتحديدا في محافظة طرطوس الساحلية، والحالات صحيح متعددة بس السبب واحد وهو طلب فدية مالية. ومن بين الأسماء المتداولة واللي صارت قضية اختطافها أو قصة اختطافها قضية رأي عام في سوريا كريستينا حسن اللي اسمها متصدر الترند من أيام. كريستينا شابة سورية عمرها 21 سنة من سكان صفيطة في ريف طرطوس، وطبيعة عملها كخبيرة بتجميل الشعر كوفيرة يعني بيتطلب منها أنها تنزل من منزل عائلتها في صفيطة لمركز المحافظة يوميا. وفي 15 يوليو طلعت من بيتها على طرطوس وتم استدراجها لمنطقة مجهولة، بس قيل أنها هي قالت رايحة لشقيقتها أو هي قالت لشقيقتها أنها رايحة على دمشق عشان تشتري أغراض للصيف صالون، وانفقد الاتصال معها من 11 الصباح لغاية 8 مساء إلى أن تواصل الخاطفين مع عائلتها وطلبوا منهم فدية مالية بقيمة 60,000 دولار، وهددوا عائلتها لو ما دفعوا المبلغ حيقتلوها ويبيعوا أعضائها. ونشروا عبر صفحة وهمية على الفيسبوك مجموعة من الصور لكريستينا وهي متعرضة للتعذيب، ومن بعدها تم إبلاغ الجهات المختصة وكشفوا أنه الخاطفين كانوا بيتواصلوا مع العائلة من منطقة بريف حمص، ولليوم ما في أي خبر عنها. وكان أبوها طلع ونفى الأخبار المتداولة عن تحريرها من الخاطفين، وإحنا تواصلنا مع عائلة كريستينا للتعليق على الموضوع ولكنهم اعتذروا وقالوا أنه وضعهم ما يسمح أنهم يطلعوا أو يتكلموا. وغير كريستينا تم تداول خبر اختطاف شاب اسمه محمد أحمد الفضلي كمان من طرطوس، وقيل أنه انخطف من الحدود السورية اللبنانية وتم اقتياده لمنطقة مجهولة، وأنه الخاطفين طلبوا من عائلته فدية 50,000 دولار، وكمان أرسلوا لهم صور بتظهر تعرضه للتعذيب. أما القصة الثالثة فلشابة اسمها جودي صغيبي اللي هي أو اللي اسمها متصدر الفيسبوك، وكانت جودي فقدت في طرطوس من يومين وتبين بعد البحث عنها أنها مو مخطوفة وإنما هربانة من بيت عائلتها على دمشق بسبب مشاكل بينهم، وتم تسليمها لمختار منطقتها يعني كده زي عمدة الحي يعني. هذه القصص اللي تكلمت عنها مو أول قصص خطف بتصير في سوريا ومحافظة طرطوس، ما هي أول محافظة بتعاني من عصابات وخاطفين بيطالبوا بفديات مالية مقابل الإفراج عن ضحاياهم. فقبل هذه الحالة في كثير حالات انخطفت على الحدود السورية اللبنانية مثل الشاب مجد الدالي من ريف دمشق والشاب عبد الرحمن الحاج علي من ريف دمشق وعبد الرحمن الحاج علي وخالد حيدر، وكلهم قيل انهم انخطفوا في طريق سفرهم الى لبنان وتم انتقال او اقتيادهم لمنطقه في ريف حمص اسمها القصير. وناس كثيره جالسه بتسال كيف هذه العصابات منتشره على الحدود السوريه اللبنانيه، خصوصا انه في حواجز امنيه كثيره. هل المسافرين العاديين معرضين لخطر الاختطاف ولا بس اللي بيسافروا وبيقطعوا الحدود بطرق غير شرعيه؟ وهل هذول الشباب كانوا مسافرين بطريقه شرعيه وانخطفوا او لا؟ كيف تم خطف كريستينا وهي طالعة من طرطوس على دمشق يعني بعيدة عن الحدود السورية اللبنانية؟ كل هذه الأسئلة ما في إجابات واضحة عنها ولا في معلومات بتبين إيش اللي جالس يصير. وطبعا إحنا بنتمنى أنهم يرجعوا لأهاليهم سالمين.
أطلقت شبكة العربية منصة مزيج بودكاست خاص بالعربية، والمنصة عبارة عن مجموعة من البرامج اللي بتتناول مواضيع متعددة بين السياسة والاقتصاد والقصص الاجتماعية والمشاعر الإنسانية وحتى عالم الجريمة، وحيقدمها مجموعة من الصحفيين العاملين بشبكة العربية وعدد من الاختصاصيين في مجالات عدة، وحيتم عرض الحلقات على الحسابات الرسمية لمنصة مزيج على وسائل التواصل. ومن بين البرامج المقدمة برنامج مشاعر اللي حنخوض من خلال حلقاته في رحلة لاستكشاف خفايا النفس البشرية مع الدكتور أسامة الجامع. معكم أسامة الجامع، مهتم بالصحة النفسية ومتخصص في الصحة النفسية والعلاج النفسي. أقدم لكم بودكاست مشاعر. بودكاست مشاعر يختص بالصحة النفسية وكيف نتعامل مع أنفسنا، كيف نتعامل مع علاقاتنا، كيف نكون في صحة نفسية أفضل ومزاج أفضل. سوف نتحدث عن أفكارنا السلبية وكيف نتعامل معها، سوف نتحدث عن مشاعرنا السلبية وكيف نتعامل معها، سوف نتحدث عن سلوكياتنا. سوف أساعدكم بإذن الله في جعل حياتكم أفضل من خلال حلقات بودكاست مشاعر. وينضم لنا من الدمام الدكتور أسامة الجامع، اختصاصي في الصحة النفسية والعلاج النفسي. أهلا فيك معنا دكتور، خلاص صرت زميل معنا. أهلا وسهلا فيك أختي وسارة، وسعيد بتواجدي معك. نورتنا، وطبعا إن شاء الله يعني بالتوفيق في البودكاست الجديد. احكي لنا إيش الفكرة اللي جات لك من وراء وخلتك يعني دفعتك لهذا البودكاست، ليش مشاعر؟ وطبعا أنا بداياتي كانت في تويتر، بث تثقيف نفسي بحيث أني أنا أتحدث في تويتر، أكتب كتابات فيما يخص الصحة النفسية للفرد والأسرة، ثم بعد ذلك تطور الأمر إلى أن ليش ما يكون هناك بودكاست للحديث عن هذه الأمور وبثها أمام الناس ورفع مستوى الوعي فيما يخص التعامل مع مشاعرنا، التعامل مع أفكارنا، التعامل مع صحتنا النفسية وهكذا. فكانت هذه البداية. مثلا إيش نوعية المواضيع اللي راح تتطرق لها؟ هناك مواضيع كثيرة تخصنا حقيقة، هي استراتيجية. أنا أتبع استراتيجية، ثلاثة استراتيجيات، ومن خلال هذه الاستراتيجيات أنطلق فيها، وهما نفعله في العيادة النفسية. أو رقم واحد هي كيف أني أنا أتعامل مع نفسي، ويندرج تحتها عدة مواضيع: تقديري لذاتي، عملية الحديث مع النفس، كيف أني أنا نظرتي لنفسي، معتقداتي لنفسي، هذا رقم واحد. رقم اثنين، علاقاتي مع الناس كيف هي. الأشخاص الذين لديهم علاقات جيدة مع أنفسهم بالتالي تكون لديهم علاقات جيدة مع الآخرين، بالإضافة أن هناك مشاكل في العلاقات مع الآخرين، كيف نتعامل في العلاقات مع الآخرين. أوكي. هذا رقم اثنين، ويندرج تحتها كذلك عدة عناوين. رقم ثلاثة، كيفية التعامل مع الحياة نفسها، الحياة وقوانين الحياة، قناعاتنا، طريقتنا، الخوف من القادم، الخوف من المجهول، وهناك عدة عناوين تندرج تحت هذه. إذن هو العلاقة مع النفس، العلاقة مع الآخرين، والعلاقة مع الحياة كيف تكون، ويندرج كل محور عدة مواضيع وعدة أفكار وعدة يعني طروحات في هذا الموضوع. أي. أنا حابة أستغل دكتور أسامة وجودك يعني معانا، وإنك أنت كمان حتطلق هذا البودكاست، هو فيه اهتمام كبير بموضوع الصحة النفسية، بس كمان بعض الناس بيعيبوا هذا الشيء، بيقولوا أنه صرنا مبالغين في موضوع الصحة النفسية أو المنتل هيلث، وحطينا زي شماعة بنعلق عليها كثير من الأخطاء أو الكسل أو التراخي في الحياة أو أشياء من هذا القبيل. كيف بتشوف هذه الانتقادات؟ أعتقد أن هناك خلط في موضوع بين أمرين: أطروحات تطوير الذات والتنمية البشرية، وبين أطروحات الصحة النفسية كيف تكون. أوكي. أطروحات التنمية البشرية بعض الأطروحات تكون مبالغ فيها أو لا تقوم على أساس علمية، مثل الاعتقاد أن الأفكار السلبية ينبغي التخلص منها. الأفكار السلبية طبيعية، لا، ما في حاجة اسمها ينبغي التخلص منها، هي طبيعية. بينما في الصحة النفسية لا، هناك أسس علمية، هناك بحوث علمية، ولكن لغتها صعبة، فكيف نستطيع أن ننقل هذه النتائج إلى الناس بلغة سهلة ومبسطة ومن متخصصين، بدلا من الحديث في أمور زائفة أو ما يسمى السوجو سايكولوجي أو علم النفس الزائف، التي أدت في النهاية إلى انتقاد شديد لمثل هذه الأطروحات، وتم الخلط بينها وبين علم النفس أو الصحة النفسية. جميل. هذا هو الشيء. جميل جدا. يعني طب يعني هذه يعني افهم منك انه جماعه الايجابيه وجماعه انت تستطيع وجماعه ارفع استحقاقك هذه كلها اشياء يعني مش واقعيه، وهميه.
أنا حضرت عدة مؤتمرات عالمية متخصصة في العلاج النفسي. كانوا يتحدثون عن ما يسمى بالسودو سايكولوجي أو علم أو علوم النفس الزائفة. من أمثال التفكير الإيجابي مثلاً المطلق، وعلم نفس يعتبر زائف. وهناك العديد من الأطروحات التي تطرح علم الطاقة وما شابه التي لا تمس حياة الإنسان الواقعية بقدر ما أنها تضره أكثر ما تنفعه. الهدف من هذا البودكاست ليس نقل الإنسان من التفكير الإيجابي، التفكير السلبي للتفكير الإيجابي، لا. أيوه. الهدف من هذا البودكاست نقل الإنسان من التفكير غير الواقعي إلى التفكير الواقعي سواء كان سلبي أو إيجابي. جميل جدا، لأنه ممكن واحد يقول لك أنه طبعا يعني أنت دكتور أسامة حتقدم حلول، يعني هل أنا مثلا أعاني من مشكلة حأسمعك حلاقي حل مثلا، ما حتحتاج أنه أروح لدكتور مثلا. وأحد مراحل التشافي هو ما يسمى بالتثقيف النفسي. طبعا هذا البودكاست لا يغني عن لو أراد الإنسان عنده مشكلة نفسية يحتاج أن يذهب للعيادة النفسية في جلسات حوارية، لكن هذا البودكاست يرفع مستوى الوعي النفسي، يرفع مستوى كيف نتعامل مع أنفسنا، الصحة النفسية، يبث فيقع تحت التثقيف النفسي. أيوة. هذا هو المرحلة اللي احنا نبي نتكلم فيها ونفيد فيها الناس. جميل جدا، وصراحة هي شيء جميل، وفعلا هذا النوع من البودكاستات بيخلي الواحد مثلا يركز على فكرة معينة يمكن تحرك شيء فيه أو تثير أفكاره أو تخليه يبحث أكثر أو يلجأ للعلاج. بس أرجوك بين كل حلقة وحلقة تكلم على جماعة الاستحقاق والطاقة الإيجابية، لأن مرة مستفزيني هذول، مرة مستفزيني، مرة بزيادة عن اللزوم يعني. طيب، فبشكرك جدا على وجودك معنا، وبتمنى لك التوفيق طبعا في بودكاستك مشاعر اللي سينطلق قريبا جدا على العربية. كان معنا من الدمام الدكتور أسامة الجامع، اختصاصي في الصحة النفسية والعلاج النفسي. خناقة بين مضيفة طيران وراكبة بتتسبب في إلغاء رحلة، هذا اللي صار في رحلة للطيران الكندي كانت مقررة من الدار البيضاء لمونتريال في 26 يوليو، من بعد ما ركبوا الركاب في الطائرة وكانت على وشك أنها تقلع يعني لوجهتها، طلبت إحدى الراكبات من المضيفة بطانية لأنها يعني حاسة بالبرد من المكيف. بس اللي صار أن المضيفة صارت تصرخ عليها وعلى كل الركاب وقالت لهم أحسنوا التصرف، وقالت ما في أغطية في الرحلة دي أو في الطيارة دي الأحد. ومو بس كده، كمان اتصلت بالشرطة عشان تطرد الراكبة من الطيارة. قاموا تضامنوا يعني كل الركاب مع الراكبة، يعني مع واحدة منهم، هم كمان حيصيروا يطلبوا بطانيات يعني، وقاموا نزلوا من الطيارة وبالتالي اتأخرت الرحلة. خلينا نشوف إيش صار. Oui ou non? On a pas couvert, on s'est excusé. Okay? Everyone behave. هذه بتربيهم، هذه بعد الفيديو هذا والإلغاء اللي صار، شركة الطيران أصدرت بيان قالت فيه إنه تمت إحالة المضيفة للتحقيق وتوقيفها عن العمل لأسبوع، وتم تعويض الركاب $1,000 في حالة احتفظ الراكب بالحجز اللي مع الشركة، و$500 قسيمة للرحلة القادمة اللي حيحجزها المسافر على الطيران الكندي، وتم تزويد الطائرة بكل مستلزمات السفر على كل مقعد من بينها البطانيات اللي كانت أس المشكلة هذه كلها. مشاهدينا في أمان الله.